السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نفصل معكم واحد المونطو صغير ديال بنيتها في عمرها 7 سنين. نبداو هنا على بركة الله. عندي التوب هنا مطوي على 4، عندي الحاشية هنايا جهتي مخليه هنايا 7 ديال السنتيم، هادو ديال الصدايف، وهذا الظهر هنايا مسدود. هاد 7 صدايف ما نحسبوهاش، غنشدو العبر من هنا من الظهر. هذا مونطو غادي يكون بصديفات في الامام، وغيكون عنده الفرور في القب. عندي في الكتاف 16، نزيدو سنتيم ديال الخياطه، نهبطو هنايا في الكتاف 2 سنتيم، نهبط هنايا ب 17، قبلت هانيشان هنايا نجي ندير 17 بحال اللي عندي هنايا. عندي في الصدر 17، نزيد سنتيم ديال الخياطة، ونهبط هنايا للدراري العبار الصغير، نهبط هنايا ب 11 من الصدر للبطن، 11 ومن البطن للحوض 11، ندخل سنتيم هنا في البطن. الحوض عندي فيه 18، ونزيد سنتيم ديال الخياطة. الدورة ديال العنق ندير فيها 6، ونربط هنايا 2 ديال السنتيم ديال الظهر. هنايا غادي نطلع هنا 1.4 سنتيم، وندير الدورة ديال التركيز ديالي. غنحط الطول، عندي 65، هنا في الدورة ديال المونطو ولا في الإيفازي ديالو غادي ندير 26، هنا غادي نحيد الظهر، وغادي نهبط هنايا نهبط 8 الدورة ديال العنق، هنايا 7 سنتيم غنمشي بها خط مستقيم، وهنا غادي ندور الدورة ديال العنق ديالي. غادي نقص هنايا سنتيم هدا ديال الأمام، وغندخل هنايا سنتيم ونص. صافي، دابا غادي نعبر التركيز ديالي نشوف شحال فيه 21. هاد الطرف هذا اللي شاطلي غادي نجيبو هكا، وغادي نطويه على 4، وهنا غادي نخرج الكمام ديالي. نهبط هنايا ب7 ديال السنتيم، الدراري الصغار نهبط لهم غير ب7 سنتيم هنايا. نحط الطول ديالي جاني هنايا الموش، غادي ندير فيه 12، هنشوف شحال جاياني هنايا، هنا راه جاياني 20. رامي غادي نقطع، غادي يتزادو لي 2 سنتيم، غادي نقسم هنايا هادو على 2، وهاد البليص على 2، وهاد على 2، غادي نخرج من هنا سنتيم، غندخل من هنا سنتيم. الدراع عندي فيه 13، ونزيد سنتيم ديال الخياطة.
هذا الكمام ديالنا. غادي نجي لهادو ديال اللي الجهه اللي كتكون من الامام غادي نعلمها ونقص منها سنتيم. غنبداي من هنا ما نبداش من النص من هنايا. دابا غادي نفصل القب ونفصل الجياب. هنا غادي نحط القب ديالي. هذه البلاصه هذه غتكون اللي هي الدوره ديال القب هنايا. غنحط هنايا 29 ونزيد سنتيم ديال الخياطه. هنايا غادي ندير 22 ومن هنا غادي نخرج باش ندير الدوره ديال العنق ديالي. نعبروها شحال فيها هاد الدوره ديال العنق هادي ديال الامام وديال الخلف. انا عندي فيها 20. هنا غادي نخرج غير 18 مي غادي نطلع راه غتعطي تزيد لي غتزاد لي 2 سنتيم ولا 3. غادي نطلع من هنا 5 سنتيم. هاد المسافه هادي حتى هي كنديرها بحال الطريقه ديالكم. كنقسمها على جوج هكا وهادي على جوج وهادي على جوج. كنخرج من هنا سنتيم وكندخل من هنا سنتيم. ومن هنايا فهاد القنت هذا باش ما يبقالاش مقنت يجيني داير كندخل واحد 3 ديال السنتيم هنايا في القنت نيشان. هذا هو القب ديالي غيكون لاصق لهنايا. غندير له الفرور. دابا غادي نفصل الجياب والحزام. الحزام ديالي غنقطعو من هنايا. دابا نزيد له طريف واحد اخر نلصقو معاه. هنا غنخرج لكم الجياب ديالي بجوج. هذا غيكون عندي جياب خارجيين غيجيو لاصقين مع لا برا. عندي هنايا في العرض ديالهم غندير 16 وفي الطول غندير 20. عاد غيتنقص منهم 3 سنتيم ديال الخياطه في الطول وسنتيم سنتيم في العرض. صافي هادو هما الجياب ديالنا. راه كنطويو هكايا واحد جوج سنتيم من الفوق. الخياطه ان شاء الله نشوفوا الطريقه. صافي هذا هو المونطو ديالنا ان شاء الله تشوفوا الطريقه ديال الخياطه ديالو. السلام عليكم. هنا ان شاء الله غادي نخيطوا هذا المونطو اللي فصلت معاكم. هذا المونطو صغير. هنا عندي الجياب. اول حاجه غنبدا بها هي بالجياب. غنحيد هاد الجياب وغنطراسي البلاصه ديالهم فين غنحطهم. هذه هي الدوره ديال التركيز ديالي. غادي نحل هكا الوجه حيت هادو جياب خارجيين غيجيو على برا. غنهبطو من هنا من جهه التركيز 19 هي فين عندي. وغندخل من هنايا واحد 5 سنتيم وغنعلمها هنايا. صافي وغندير واحد الخط هنايا فيها 13 سنتيم العرض ديال الجيب. هذا هو الطراساج ديال الجيب ديالي وغادي نقلب عليه هذا باش نطراسي حتى في الجهه الثانيه. هاد الطراسه لي هنايا راه ما باينش هنايا بزاف. غنعاود عليه الطباشير. باش غادي تطراساو لي بنفس القياس اللي في هذا يكون عندي في الجهه الاخرى. دابا غادي نجيب الجيب ديالي. هذا هو الطول ديالو اللي درنا فيه 20.
وهذا العرض درنا فيه 16، غادي نطويو هكايا واحد الباندا الفوق، الجهة اللي غتكون من الفوق اللي غتكون محلولة مي غنحشيو يدينا، نطويو واحد 3 سنتيم هكا، وغادي ندوز عليها بالخياط. هنا غادي نعاود لها الخياطة، غندير عبار الصباط هنايا، بعد هاد الخياطة غندير خياطة واحدة أخرى. صافي غنجيبو هكا وغادي نحطو داك العبار اللي درت، وغادي نطوي من هاد الجهة هادي واحد السنتيم. هنا تجي هادي غنطوي عاود سنتيم، حتى من التحت غادي نطوي عاود. صافي دابا غنبدا الخياطه ديالي من هنا وندور عليه، ندور على الحاشيه هكايا. هذا هو الجويب ديالنا كما كتشوفوا. الجهه الثانيه راه غنديروا له نفس الطريقه. هذا الدار ديالي حطيته، هذا الوجه للفوق، غنجيب الدوفا هنا، التركيز يكون عندي عند التركيز، والوجه عند الوجه. صافي غنمونطي الكتاف ديالي. نجيب الجهة الثانية، الدوفة الثانية نحطها حتى هي. هنا غادي نطيح، ندير عبر الصباط هنا في الكتاف. هذا راه ما كيتسلش هاد التوك، الشيء اللي بغيتو ديروا له السورجي هنايا ديروا له، انا غندير له غير عبر الصباط. هنجيب الكمام ديالي، هاد العلامة اللي عندي هنايا في الكم اللي نقص من هاد الجهة دي سنتيم، هي اللي غتجيني من الأمام. هادي هي الضوفة ديال الأمام عندي، هي هادي غتجيني من هنايا هاد العلامة. كنديرو الكم هكا في المنتصف، نعلمو له المنتصف هنا بكرانة. صافي نحطو هنايا هاد الكرانة اللي درت، نحطها على الخياطة ديال الكتف، ونبدا الخياطة ديالي من هنايا. دابا غادي ندوز الخياطة للقب باش نلصقو وندير له الفرود هنايا. غادي ندوز له خياطة من هنا هاد البلاصة هادي، دابا ندوز له السورجي هنايا. هذا القب دوز للسورجي، غندوز له عبر الصباط في هذه الخياطه هذه باش ما تبقاليش واقفه هكايا.
ندوز عليها. بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ديروها ماشي ضروري. دابا غندوز له الفرور، غنبدا الخياطه ديالو من هنا ونجيبو. هنا غادي نلصق هاد الفرور، غنجيب هكايا، هذا هو الحاشيه ديال الفرور ديالي. غادي نجيب عليه هاد القب، هادي هي الدوره ديال القب ديالي. غادي نجيب جهه وحده وغادي نحط له وجهه عند الفرور هكا، وندوز عليه بالخياطه هكايا على الحاشيه. صافي غادي ندوز له خياطه من هنا، هذا هو القب ديالي. غندوز له هنايا خياطه واحده اخرى باش نطيح هذه الخياطه، ما تبقاليش واقفه. هذه هنايا غادي ندير لها هكا وغندوز عليها الخياطه هنايا. صافي كاينه الطريقه هذه، وكاينه الطريقه الاخرى اللي وريتكم طريقه اخرى ديال تركيب الفرور، حيت هذا فرور صغير ماشي بحال داك المشعر بزاف، وعنده الحاشيه هنايا بحال اللي مطوي عليها جوج، وعنده حاشيه بحال اللي مدوزين له السورجي وكتلصقيه في الثوب. غادي نجيب المونطو ديالي، هذه الدوره ديال الكول هكايا. غادي نجي لهنايا المنتصف ديال الظهر، غادي نعلم وندير فيه كرانه. هاد الخياطه هذه اللي عندي هنا في الوسط ديال القب غادي نديرها هنا في هاد الكرانه هذه. غادي نجيبوها هكايا، هاد 7 سنتيم اللي كنا مخليين ديال السطايف، هذا هو العبر ديالها. غادي الفولور غادي نوقفوه هنايا، غنزيدو ندخلوه 1 سنتيم لداخل ونطويوها هذه عليها هكا. من هنا غنطويو هنا واحد 4 ديال السنتيم، ونطويو واحد نص سنتيم هنايا. هذه نص سنتيم هي باش نفيني بها الخياطه هكا على هذا الشكل هذا. صافي وندير البانكا ديالي هنايا. هذا غندوز له السورجي، هاد الدوره ديال العنق هنايا مع هاد القب لاصق، غندوز له السورجي ونرجع باش نخيط معاكم هاد الهبطه ديال المونطو في غيكونوا عندي الصديفات. ندوز له السورجي الدوره ديال القب، غادي نقلب هاد القنيتات هادو هنا فين عندي هاد 3 ديال السنتيم في غنركب الصدايف. صافي دابا غنبدا مع هاد الجهه هادي من الجهه اليمين، غنطوي هكا نص سنتيم بحال اللي طويت هنا في الجهه الفوقانيه. هنا فين طويت داك نص سنتيم غنطوي من هاد الجهه نص سنتيم هكا، وعاد نطوي 3 سنتيم ديالي. صافي دابا غادي نشد هنا بالخياطه ديالي وغادي نمشي.
مشتو هنا راه دوزت الخياطه ديالي، كنطوي داك السنتيم باش كيجيني فيني من الداخل، الا كيبان لكم شتي كيجي هنايا فيني، كيجي باين لا تشنتيف لا سورجي لا والو. هذا داك السنتيم اللي كنطويه ولا نص سنتيم صافي، وهنايا كي كيجي هنا دوزت له خياطه، بديت من هنا من الجهه اليمين ودزت عليه خياطه وحده حتى التالي هنايا، تخرجت هنا في التالي. دابا بقى لي لوغلي ديال الكمام وبقى لي لوغلي ديال المونطو من التحت. هنا راه مونطيت المونطو بالسورجي هنا في الجن، هنا خياطه راه وريتها لكم ديال الكمام، دوزت لهم السورجي ومونطيت الجناب بالسورجي. دابا غادي نعاود لهم الخياطه. هنا غادي نطوي جوج سنتيم وندوز الخياطه ديالي في الغلي، كنطويها حتى على هذا الشكل هذا كنجيب لكم، كنطوي من هذه الجهه اللي فيها الخياطه، طوي هكا جوج سنتيم، داك جوج سنتيم كنقادها هكا بيديا ونشد هنايا صافي. هي راه كتسطو داك الساعه راسها كتمشي مقاده. صافي هذا هو الكميم ديالنا. هنا غادي نطوي جوج سنتيم ديالي لا جوج ونص. صافي المونطو ديالنا هو هذا، سالينا قالي غير ندير العيون ديال الصدايف هنايا. هاد الهبطه عاود كتجي كيجيو قد قد كما شفتوا، ها هما هنايا وهنايا عندي الجويبه حتى هما راه عندي متقابلين. غندير لهم عوينات هنايا، وهنا غادي نركب الصدايف، غندوز نخيط له الحزام، باقي لي الحزام، وندير له داك الخريصات ديال الحزام هنايا. هذا الحزام ديالي راه زدت له واحد الطريف باش يجيني طويل، غادي نطوي هكا على جوج. صافي هنا راه كنقلبوا الحزام ديالنا، كنقلبوه بالسيلو ولا بشي حاجه. هنا غنجي لهاد القنت هذا التالي ديال الحزام، وغادي ندخل لداخل واحد سنتيم هكا وندوز عليه بالخياط. جبت هنا واحد الطريف ديال الثوب درت فيه 4 سنتيم في العرض، الطول كديري واحد 20 سنتيم ولا صافي. كنطويو هكا واحد سنتيم هنا لداخل، ومن هاد الجهه كنطويو سنتيم هكا سنتيم من هاد الجهه وسنتيم من هاد الجهه، وكنوليو عاود نطويو هكا على ثلاثة صافي. غندوز عليه بالخياطه دابا. هنا هذا الكم ديالنا غنجيو من تحت الكم هنايا، هاد الخياطه اللي عندي في الجيم، وغادي نهبط هنايا، غادي نهبط 8 ديال السنتيم نعلم هكا، وغادي نحط هاد الخرصه ديال الحزام نحطها هنايا فين علمت 8، وغنشدها عاود من هنايا. بالاحسن تشدوها بالبانكات باش ما تعذبكمش صافي. كدوزوا عليها بالخياطه كتمشي وتجي وكترتقوا مزيان
وتوليو عاود ترتقوا الجهه الاخرى، عاود نطويو هكايا، نخليه في الطول ديالها نخليه واحد 6 سنتيم فين يتحشلنا الحزام. ما شفتو هنايا كنجيبو لهنايا كنطويو لداخل، نرتقو هنا مزيان وهنا مزيان صافي، وغادي نقطعو داكشي اللي بقى لنا من الداخل، هادشي اللي طويناه هنايا غادي نجبدو هكايا ونقطعو على الجدر باش ما يبقاش باين صافي. هنا غادي نحشيو الحزام ديالنا، غنديرو نفس الطريقه للجهه الثانيه. هذا هو المونطو ديالنا راه سالينا، درت له هاد الخريصات ديال الحزام وصوبت له الحزام ديالو. وهنا راه صوبت العوينات، صوبتهم بالماكينه، راه وريتكم الطريقه ديالهم في داك البيجامه اللي في الموطاق، البيجامه ديال المبرا. اللي بغات تعرف الطريقه ترجع لذاك الفيديو، راه محطوط عندي في القناه، راهم ساهلين ودغيا كيتصاوبوا هكا بالماكينه باليد، كيشدوا شويه اليد ولكن بالماكينه دغيا كيدوزو. خصني غير نفتحهم دابا، راني درت هنا درت خمسة ديال الصدايف، هنا وحده ها وحده وها هي وحده وهذه وحده وهذه وحده، درت 8 سنتيم بين وحده وحده، درت 8 صافي. هذا هو المونطو ديالنا، نتمنى يعجبكم يجيكم ساهل وتعجبكم الطريقه، وطبقوا هذا الشيء هذا.